من جانبه أوضح المحلل السياسي والعسكري حسن الشهري خلال البرنامج الخاص بأن قناة الجزيرة القطرية منذ منتصف التسعينيات وهي تعمل على تمزيق الدول من خلال محاولاتها في فصل القيادات عن الشعوب. القناة تعكس توجه نظام دولي عميق لليسار الأمريكي ولليمين الأوروبي وأيضا لتركيا وإيران وتنظيم الإخوان المسلمين، وبالتالي هي أداة وأداة استخباراتية إعلامية ليست إعلامية، فهي لا تقيم وزن للعرف الإعلامي والمهنية وقيم العربية والإسلامية وحسن الجوار، وبالتالي مع الأسف تجاوزت حدودها ولم يكن هناك تقدير موقف سليم منذ بدايتها عندما نشأت في منتصف التسعينات إلى 2017. أوغلت الحقيقة هي الوصول إلى التأثير في الذهنية العربية والتأثير في البيئة العربية والإقليمية، مع الأسف ساهمت في تفتيت الكثير من الدول وأثرت في الشعوب وحاولت تفصل بين شعوب وقيادات، نجحت في أماكن وفشلت في أماكن أخرى، ولكن أؤكدنا أداء استخباراتية نرى مراسل جزيرة أو مدير مكتبها في كابول هو من يفتح القصر الرئاسي ومكتب الرئيس، إذن هنا أدوات استخبارات وليست أدوات إعلام، وبالتالي أيضا لا يوجد مع الأسف مشروع مقابل، ليس هناك في المنطقة مشروع إعلامي مقابل لقناة الجزيرة، وإن كانت الحكمة والعقل والسياسة العربية الأصيلة لا ترغب في ذلك لأنه نحن دول محافظة وإعلامنا يمثلنا وشعبنا ولا يمثل مثل هذه القناة.